بلدة قمحانة كانت نقطة تحول أساسية في معارك حماة، فهي بالإضافة لموقعها الاستراتيجي بالنسبة للمدينة شكلت بيئتها الحاضنة للجيش مانعا أساسيا أمام تقدم المعارك إلى محيط المدينة. مئات الشباب ممن تطوعوا في صفوف الجيش السوري والدفاع الوطني لحماية بلدتهم لعبوا دورا أساسيا في إفشال هجمات النصرة، والتي كانت آخرها وأعنفها حملة وقل اعملوا. كنا بالقرية نحن وما تركنا القرية، صار هجوم عنيف يعني من بعثوا مفخخات أول، بس الحمد لله أنه الشباب استهدفوا المفخخات وما فاتت على الضيعة. هم قدروا وعرفوا أن باب الريف الشمالي وإلى مدينة حماة هو قرية قمحاني، وما لم يستطيعوا أن يستولوا على هذه القرية لا يمكن ولا بأي شكل من الأشكال أن يحرزوا أي انتصار أو أي تقدم. ولن ينالوا من الضيعة شيء إلا الخسارة والخزلان، فطائصنا حوالي الضيعة، فطائص تبعنا حوالي الضيعة ما قدروا يشيلوها. من هذه الطرقات الواصلة من عمق الريف الشمالي تسللت مفخخات النصرة إلى أطراف بلدة قمحانة، بوابة مدينة حماة الشمالية، والبلدة القريبة من مطار حماة العسكري فشلت على أسوارها أكبر موجات هجوم النصرة. تسللوا من اتجاه طيبة الإمام من اتجاه زوار لها النقطة اللي احنا واقفين عليها. المقاومة من مساترنا الأولى اللي هي كانت خط الدفاع الأول عن قمحاني وعن المنطقة ككل. شوارع البلدة تعيش حركتها الاعتيادية رغم اقتراب المعارك من أطرافها ودخولها إلى أحد أحيائها القريبة من نقطة المقبرة التي دارت فيها أعنف المواجهات. قمحانة منطلق الجيش السوري في أكثر عملياته نحو عمق الريف الشمالي لحماة، صوران وطيبة الإمام أكبر بلدات الريف الواقعة تحت سيطرة المسلحين، والتي قد تكون هدفا قريبا للجيش بعد انتكاسة النصرة والفصائل المتحالفة معها في معارك ريف حماة الشمالي وإبعاد خطرها عن مدينة حماة ومطارها العسكري. على أسوار بلدة قمحانة تكسرت موجات هجوم جبهة النصرة في محاولتها الاقتراب من مدينة حماة. حامية البلدة من شبانها أفشلت الهدف الأساسي للمسلحين المهاجمين وكبدتهم أكبر الخسائر في معركة ريف حماة الشمالي. مجد ليلى، بلدة قمحانة في ريف حماة الشمالي، لقناة الميادين.